الحديث أكثر هنا يهتم يا ياسر في ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا أنها تقريبا وصلت إلى 48 درجة مئوية، وهناك حالات لضربات شمس. الحديث عنها أكثر وعن الوضع الصحي للحجاج راح يكون معنا إحدى القطاعات الصحية المشاركة وهي هيئة الهلال الأحمر. يكون معي الضيف نايف الغامدي وهو قائد جبل الرحمة بهيئة الهلال الأحمر. نايف أهلا وسهلا بك. أول شيء خطتكم في جبل الرحمة بالنسبة للهلال الأحمر. حياك الله أخوي نزار ويعطيكم العافية أنه أعطيتونا فرصة لنوضح للسادة المشاهدين عن خطة هيئة الهلال الأحمر. طبعا احنا استعدينا من قبل موسم الحج ب 19 مركز إسعافي بمشعر عرفات، بالإضافة إلى 8 مراكز إسعافية في مشعر مزدلفة. لدينا 250 فرقة إسعافية بالإضافة إلى الفرق الراجل المنتشرة في جميع الأنحاء. طبعا فيه تنسيق فيما بيننا وبين وزارة الصحة في حال وجود أي حالات نقلها مباشرة على المستشفيات حسب المربع القريب للحالة. خلينا نتكلم على جبل الرحمة، بالرغم أنه هناك كثافة للحجاج في هذه المنطقة وارتفاع لدرجات الحرارة، تواجدكم، آلية عملكم حول جبل الرحمة، الأبراج الموجودة لديكم. نعم، بالنسبة لجبل الرحمة طبعا احنا منتشرين، عندنا عدد من الباصات، عندنا 7 باصات للمصابين، بالإضافة إلى عندنا عدد 6 عربات تموين طبي، كذلك عندنا عدد 10 أبراج منتشرة للفحص البصري في حال وجود أي حالات يتم الفحص البصري من قبل الموظف اللي على البرج بالإبلاغ للفرقة القريبة للحالة. أغلب الحالات اللي تباشرونها هذه اللحظة؟ أغلب الحالات حالات إجهاد الحراري من ضربات الشمس، بالإضافة إلى انخفاض السكر. التعامل معها كيف يكون؟ تعامل من قبل الفرق الإسعافية، تعامل تقديم الإسعافات الأولية ومن بعد ذلك نقلها إلى المستشفى جبل الرحمة. خلينا نتكلم نايف على ضربات الشمس، بما هناك ارتفاع في درجات الحرارة، إيش توجيهاتكم إرشاداتكم للحجاج بيت الحرام؟ طبعا توجيهاتنا للحجاج أن يكون استخدام المظلة الواقية بالإضافة إلى السوائل وعدم التعرض إلى الشمس. يعطيك العافية، شكرا لك نايف، كنت معنا الحديث عن دور الهلال الأحمر في موسم حج هذا العام. زي ما تشاهد ياسر والمشاهدين حجاج بيت الله الحرام من خلفي مستمتعين بهذه الأجواء الروحانية، لا زالوا متواجدين في جبل الرحمة. عرفني عليك من وين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلوا وسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأقدم كل الشكر لخادم الحرمين الشريفين والأخ عبد الله عمر علي من دولة السودان. إيش شعورك؟ والله شعور طيبة لا يعلمها إلا رب العالمين، لا يعلمها إلا رب العالمين. الدموع بتنزل من عيوننا من غير ما نحسه، فرحانين من كل النواحي، وخدمات ما شاء الله يعني 100%. الله يتقبل. إيش شعورك؟ والله لا يوصف، الحمد لله، الحمد لله أنه بلغنا هذا المكان، ونشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدموه من أمن وأمان ورعاية وخدمات لا توصف لضيوف الرحمن. اللهم لك الحمد والشكر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو شعور الحجاج ياسر، وصفهم في يوم عرفة، شعور روحانية، اطمئنان، راحة، خدمات عديدة تقدم لضيوف الرحمن لتسهيل مناسكهم.